الرابع والعشرون من مارس من عام 1973 استقبلت دولة الإمارات العربية المتحدة جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم باحتفاء كبير رسمياً وشعبياً، وعقدت بين جلالته والرئيس الإماراتي الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان جلسة مباحثات رسمية صدر في أعقابها بيان مشترك. تناولت الجلسة العديد من الجوانب التي تهم العلاقات بين البلدين. الرابع والعشرون من مارس من عام 1984 بدأت العلاقات الدبلوماسية بين السلطنة وسلطنة بروناي دار السلام. الرابع والعشرون من مارس من عام 2008 صدر القانون الخاص بالمناقصات بموجب المرسوم السلطاني رقم 36 على 2008. يذكر أن مجلس المناقصات أنشئ في 30 من إبريل من عام 1973. الرابع والعشرون من مارس من عام 2009 وقعت السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية والموارد البشرية الحكومية بين وزارة الخدمة المدنية في السلطنة والهيئة الاتحادية للموارد البشرية بدولة الإمارات، كما تم توقيع مذكرة تفاهم أيضاً بين غرفة تجارة وصناعة عمان واتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات. الرابع والعشرون من مارس من عام 2012 وصل إلى مسقط رئيس مجلس الشيوخ البولندي بوغدان بوروزيفيتش والوفد المرافق بدعوة من مجلس الدولة لإجراء مباحثات رسمية بين المجلسين. الرابع والعشرون من مارس من كل عام تشارك السلطنة دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للسل، ويصادف هذا التاريخ من عام 1882 اكتشاف الدكتور روبرت كوخ العامل المسبب لمرض السل. تحيي المؤسسات الصحية هذا اليوم ببرامج توعوية في سبيل مكافحة هذا المرض.